التجويد في مدينة بناؤها ملون ورائع أبطالها ذكوان والتجويد وأحرف مثيرة فتابعوا حكاية التجويد خير جامع حكاية التجويد علم نافع تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار انظروا واستمتعوا مضمونها قواعد التجويد وسردها من الخيال أروع حكاية مفيدة لمن يرى فإن بصرت مشهدا ستولع حكاية التجويد خير جامع حكاية التجويد علم نافع تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار انظروا واستمتعوا يا من تريد أن تكون متقنا في نطق ترتيل فزد ما يخشع ومن أفاد الناس في خطابه نثرا وشعرا فليضف ما ينفع حكاية التجويد خير جامع حكاية التجويد علم نافع تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار انظروا واستمتعوا وآخر المطاف ربح للذي يجيب عن أسئلة ويجمع حكاية التجويد علم نافع حكاية التجويد خير جامع حكاية التجويد خير جامع حكاية التجويد علم نافع تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار انظروا واستمتعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي ذكوان أنا أعمل مدرساً لمادة اللغة العربية وقد كنت طالباً مجتهداً في المدرسة وكنت في كل يوم بعد أن أنتهي من تحضير واجباتي المدرسية أذهب إلى المسجد لأتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكام التجويد وذات يوم حدثت معي أشياء عجيبة هل تودون سماعها؟ حسناً سأحكيها لكم كنت قاعداً على ركبتي في المسجد والمصحف الشريف مفتوح أمامي أحضر نفسي لتسميع صحيفة من القرآن الكريم لشيخنا الفاضل وبينما كنت غارقاً في التحضير إذ ظهر أمامي فجأةً رجل حسن المظهر فالتفت إلى شيخي وأصدقائي فلم أجد أحدا في المسجد سوى هذا الرجل الوقور وقال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن أنت؟ لا تخف يا بني اسمي تجويد اسمك تجويد تيمنا بعلم التجويد هدئ من روعك يا بني نعم وماذا تريد مني علمت أنك يا ذكوان مجتهد في التجويد والتلاوة فأحببت أن أصحبك في رحلة فريدة ومفيدة في رحلة فريدة ومفيدة ولكن إلى أين؟ أغمض عينيك قليلا وستعرف إلى أين حسنا هيا افتحهما فقد وصلنا ولكن يا إلهي ما هذه المدينة الرائعة؟ هذه مدينة التجويد وهل تسكن فيها؟ نعم فأنا حاكم هذه المدينة ومن يعيش في هذه المدينة؟ أنا وحروف اللغة العربية وهل سأزورها كلها؟ أجل سنتجول معا في كل أنحاء مدينة التجويد وسترى كل ما فيها من حروف جميلة ومشاهد مثيرة يا سلام هذا رائع شكرا لك
والآن هيا فلنتعرف على أهم معالم مدينة التجويد. هيا بنا. انظر يا ذكوان إلى هذين البنائين الشامخين على يمين مدينة التجويد وعلى يسارها. يا إلهي، حقا إنهما ضخمان جدا، وما اسمهما؟ الصرح الأول لمخارج الحروف، والصرح الثاني لصفات الحروف. هذا رائع، وهل تعيش فيهما كل الحروف؟ أجل، فكل حرف له مخرج خاص به، وتجلس الحروف في 17 مقعدا، وللمبنى الثاني أيضا 17 مقعدا، حيث تجلس صفات الحروف. نعم، فهمت الآن أن عدد مخارج الحروف 17، وعدد صفات الحروف أيضا 17. أحسنت يا ذكوان، بارك الله بك. وسنزور غابة المدود المنوعة بأصلها وفرعها، وسترى أشجار المدود التسعة الرائعة، ثم سترى بعض عروض الخفة المسلية لحرف النون الساكن مع أخيه التنوين، ثم سترى حرف الميم الساكن في رياضته المثيرة، ثم نرتاح قليلا في قصر الإدغام، وستذهل برؤية الشمس تشرق بأشعتها الذهبية من ركن اللام الشمسية، والقمر ينير بأنواره الفضية من ركن اللام القمرية. وماذا سنرى أيضا؟ سنقوم بجولة في أجمل مواقف المدينة لتتعرف على إشارة المرور الرائية العجيبة، وستنظر إلى مئذنة مسجد مدينة التجويد الملونة التي تشبه السيف القاطع، ويوجد فوقها همزة تلمع كالنجم وهي همزة القطع، ثم إلى المئذنة الثانية البراقة والتي لا يوجد فوقها همزة وهي همزة الوصل، ثم إلى إشارات الوقوف الضوئية، وفي ختام جولتنا هذه ستشاهد مكتبة المسجد المنسقة والرائعة، وسترى عجائب كتابة ورسم المصحف الشريف. نعم، لقد عرفت الآن أن معالم مدينة التجويد تشابه تعريف علم التجويد الذي تعلمته في المسجد. فعلم التجويد علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه في المخرج والصفة كالحروف التي تسكن في هذين البنائين العظيمين. نعم، وما تتمة تعريف علم التجويد؟ نعم، معرفة المدود كغابة المدود الرائعة، ومعرفة الوقوف والابتداء كإشارات مواقف هذه المدينة الجميلة. أحسنت يا ذكوان، أنت حقا ذكي. شكرا لك يا سيدي. تشبيهنا الجميل هذا يجعل تعريف تجويد الحروف يسهل. تشبيهنا الجميل هذا يجعل تعريف تجويد الحروف يسهل، وهو إعطاء الحروف الحق من مخرج أو وصف استحق، ثم المدود والوقوف وابتداء تعريفنا موضحا قد حدد. تشبيهنا الجميل هذا يجعل تعريف تجويد الحروف يسهل. والآن هيا فلندخل إلى البناء الأول حيث مخارج الحروف. حسناً، ها قد دخلنا. يا إلهي، ما أجمل هذا البناء، وما أكثر هذه الحروف، وما أروع المركبات الخمسة الملونة ذوات الكراسي 17. أجل، فاليوم موعد السباق الكبير،
وكما ترى يا ذكوان، فإن كل حرف يتجهز على كرسيه الطائر مع فريقه المتحمس على متن إحدى هذه المركبات الخمس الجميلة. إنها تستعد على الكراسي 17 الطائرة للانطلاق من المخرج في أول الملعب إلى نقطة النهاية في آخر الملعب. إن قاعدة مخارج الحروف تشابه رأس الإنسان، ونقطة الوصول تشبه شكل الأذن. هذا مدهش حقا. والآن سأكون حكم هذا السباق. هل المركبات الخمس مستعدة تمام الاستعداد للانطلاق من مخارجها؟ نعم، المركبات الخمس جاهزة. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر. حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر. حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. فالمركبات الخمس في تجهز، شغوفة للبدء ثم الفوز. جوف وحلق فلسان والشفا، والخامس الخيشوم، قل ما ألطفا. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر. حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. مسابقة حكاية التجويد من خلال هذه الحلقة. إليكم السؤال التالي: ما هو تعريف علم التجويد؟ ما هو عدد مخارج الحروف؟ كم هو عدد المركبات الملونة التي تنطلق منها الحروف؟ ما هي أنواع المركبات؟ أعيد السؤال: ما هو تعريف علم التجويد؟ ما هو عدد مخارج الحروف؟ كم هو عدد المركبات الملونة التي تنطلق منها الحروف؟ ما هي أنواع المركبات؟ انطلقي. نعم، نحن جاهزان. عين، هاء. انطلقا. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع. تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، فانظروا واستمتعوا. حكاية التجويد في مدينة بناؤها ملون ورائع. أبطالها ذكوان والتجويد، وأحرف مثيرة فتابعوا. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع. تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. مضمونها قواعد التجويد، وسردها من الخيال أروع. حكاية مفيدة لمن يرى، فإن بصرت مشهدا ستولع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع. تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. يا من تريد أن تكون متقنا في نطق ترتيل، فزد ما يخشع. ومن أفاد الناس في خطابه نثرا وشعرا، فليضف ما ينفع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع. تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. وآخر المطاف ربح للذي يجيب عن أسئلة ويجمع. حكاية التجويد علم نافع، حكاية التجويد خير جامع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع. تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا.